هو الأهم. خلينا نقول يعني صراحة ما كاينش خصوصا عادل كذلك عمر السي عزيز العامري، نتفق أنه مقابلة كانت مملة للغاية، وباش تبعها وتبع التفاصيل ديالها هو كان أمر شاق وشاق جدا باش لينا يعني في هذا البرنامج، وكذلك ربما حتى المحب الرجاوي اللي ربما عاش لحظات من الأعصاب ولحظات من التوتر. سي عزيز بالنسبة لك، واش شفتي شي تاكتيك، شفتي شي تكنيك، شنو شفتي في هذه المقابلة بعدا؟ وقد نقول لك اللي خلى المقابله تكون ممله راه هو الخصم، لان الخصم كان ضعيف بزاف، وكان يعني كيضيع جميع الكرات ديالو. الوقت اللي كيبغي يهاجم كانوا عنده واحد يعني واحد لو نومبر ديال لي موفيز باس كتار بزاف. وفريق الرجاء استغل هاد الظرف هذا، نقدر نقولوا استغلوا، نقدر نقولوا سي غراس يعني المنظومه الدفاعيه ديالو، لان ربما انا كنت كنلاحظ مسائل ربما كتردوا ليهاش البال، هو انني من فوق ما كانوا كيشدوا فريق سطيف الكره، كنشوف البعد بين الكره اللي عند اللاعب ديال سطيف كمدافع واخر مدافع ديال الرجاء شحال تقريبا بينه بين الكره. وكان هذاك يعني هذيك المسافه هي اللي خلقت مشكل للسطيف. يعني هذه نقدروا نعطوها للمدرب، لان بان انه خدم عليها، يعني بانت انه خدم عليها وبانت في الملعب. انت غا هو المسائل اللي خلات فريق الرجاء ربما كان اليوم يقدر ينتصر باكثر من هدف، هو ضعف اولا قلب الهجوم من الناحيه الفرديه ديالو ضعيف، ثانيا ملي كنشدوا الكره وكنبغي نمشيو لو بروبليم هنا فين كاين عند الرجاء. ولو يعني كو كان فريق اللي هو منظم هجوميا كي كان منظم دفاعيا، ربما كان فريق الرجاء ربما يفوز اليوم بثلاثه ولا اربعه ديال الاهداف، لان الهدف الاول ربما كان يتسجل، كانوا الاهداف بجوج، اللي الهدف الاول اللي كان يتسجل وما تسجلش، يعني بحال الهدف اللي تسجل، يعني نفس الخطا ديال المدافعين، كيمشي واحد هو والحارس وكيسجل، وحده تسجلت وحده ضاعت، وحده سجلها لاعب من الشبان ديال فريق الرجاء، وواحد ضيعها من لاعبين اللي حنا عولين عليه. كان عادل السي عزيز بالحديث عن الشق الهجومي، رجاء رياضي يعني انتدى بجوج اللاعبين راس حربه نسميه راس حربه وجناح ايسر، جناح ايسر اليوم كان كيبان انه معطيه ادوار دفاعيه، ولو انه في الادوار الهجوميه كذلك يعني كانت فرص بشعه وضياع بشع للكرات من طرفه، والا في واحد جوج دقائق اللي بين ديك الموهبه ديالو. واش كتتفق ولا شنو الرؤيه؟ يعني لا هو في الشق الهجومي ديال فريق الرجاء كان ضعيف بزاف، لان كانوا مضعفين اولا الفرديات اللي كانوا في الهجوم، بالاخص يعني قلب الهجوم اللي كان عول عليه ان خصو يدير لي روميز مع الميليو باش يجيب الميليو، عنده اللعابه ديال الاجنحه يعني كانوا ضعاف، الظهير الايمن والظهير الايسر من الناحيه الهجوميه كانوا متخوفين. فهاد الشيء كل شيء عطى ان ان فوتبول اللي كان هاشي، انت ما كناش كنحسوا بفريق الرجاء كيطلع يعني بعشرة ديال اللاعبين من يعني في وسط الميدان ديال الخصم، وكياخذ الكره تما وكيحاول يدير تمريرات من اليسار الى اليمين ويقلبوا على ديك لاباسون بروفوندور ولا ديك ليندو ولا ديك لاباس باش يمكن. ما كانش هادشي، كانوا يعني هجومات يعني كما تيقولوا داكشي بحال دي كونتر اللي كيكونوا رابيد، وداير هما فاش خلقوا الفرصه الاولى اللي ضاعت والفرصه اللي تسجلت. هادشي ما كافيش، لان غدا طيح مع فرقه اللي غادي ترجع لك الدفاع، وخاصك يعني تبني اللعب ديالك، غادي صعاب، لان الذهاب ديال مولونغو وديال رحيمي خلاو واحد الاثر كبير في الهجوم. ولان شوف نقول لك واحد القضيه في الكره، وفي اي فريق اللي كيضيع
قلب الهجوم ديالو ولا جوج ديال المهاجمين كيكونوا عنده اساسيين. هادشي راه وقع لبرشلونة. شو برشلونة ما قدرتش تاهل للشامبيونز ليغ؟ علاش؟ لان مشاو ليها لي جوور اللي كانوا اسونسييل اللي عندها في لاطاك، فهمتي ولا لا؟ شوف دابا حنا كنشوفوا غير شو راه الفرق الكبار فاش كيديروا بحال هاد الاخطاء، راه كيتاثروا، راه الفريق كله كيتاثر. دابا شوف الرجاء كيفاش كتحس مع فريق اللي هو كان كيبان ضعيف. حقيقه فريق الصيف كنا كنشوفوا حنا هذه سنين بان كان في واحد المستوى، وكان كيخلق وكان ديلا كوب دافريك، وكان كيحرز على البطوله يعني تقريبا عامين ثلاث سنين كيدي البطوله. الان كيبان فريق اللي هو فريق ضعيف ضعيف. كنظن بان اي فريق في يعني في البطوله ديالنا بامكانه يفوز عليه، فهمتي؟ لانه ما خلقش ولو فرصه حقيقيه للتسجيل، ما قدرش يخلقها. نقدر نقول بان الدفاع وسط الميدان كانوا كيدافعوا بواحد الشكل منظم، لكن رغم ذلك كانوا هما شي شويه ما عندهمش، هما المهاجم ديالهم ضعاف وحنا المهاجمين ديالنا كانوا ضعاف. هذا هو المقابله باش ما كانتش فيها الفرجه، وما كان داكشي اللي كنا كنتسناوه وما كانش. من بعد يعني بنفس الطريقه زريده اللي ماشي مهاجم يلعب وسط الميدان دفاعي تمكن انه يسجل، يعني الكره اللي خاص سجل ونابع للمهاجم، وبالتالي تنشوف هذا كيفاش نجيبوا لاعبين في هذا المستوى لفريق الرجاء اللي دازوا فيه لاعبين كبار، يعني باش تعوض رحيمي ومالانغو صعيب باش تلقى لاعبين في نفس المستوى، ولكن على الاقل لاعبين اللي يمكن يسجلوا اهداف لمحققه، يعني راسك راسك الشباك ما تسجلش. شنو بغيتي من بعد؟ يعني ما تجيب مع فريق متراس مع دفاع يعني واقف مزيان كادي دير تسجل، وبالتالي تنشوف هاد المشكل ديال الانتدابات تنشدو نجلبوا بزاف لاعبين 9 و10 لاعبين، اوليو نجيب واحد جوج ولا ثلاثة لاعبين في نفس يعني في واحد المستوى كبير، يعني بنفس الثمن تنجيبوا لاعبين بزاف، وفي الاخير تلقاو هاد العينه من اللاعبين اللي ضعاف ومستواهم ضعيف جدا. نعم. المهم لا تكلمنا على المباراه، تنظن الرجاوي اللي تيبغوا الرجاء الحقيقيين راه ما غاديش اداء رغم يعني الفوز جيد وجيد جدا، ولكن الاداء بعيد وبعيد على فريق اللي باغي يرجع للواجهه واللي بغى يمحي الصوره الباهته اللي بدا بها، خصوصا منذ التحاق ويلموتس على يعني تنظر توي الموتس يعني بهذه النتيجة، ورغم هذه النتيجة بين على أنه عنده نقص في يعني في يعني حتى في التبديلات، يعني في التبديلات تتعطل وهذا هو المشكل الكبير ديالو. مازال نرجعوا للتغييرات، نرجعوا أكيد نرجعوا للتغييرات باش نتكلموا عليهم. ومادام ذكرتي وي الموتس عادل، غنبغي نمشي عند عمر باش يحدثنا على واحد المقولة قالها في الأوف. الفاشل اش عمر؟ الفاشل المجتهد، يعني تصرع الفاشل يعني الكسول، اظن على انه نبيل كوكي مدرب فاشل، مدرب تونسي مدرب نادي وفاق الطيف. هذا المدرب التونسي الذي اصحى مباراه امام نادي الاتحاد التحريري سنه 2010 انذاك الفتح، يعني استطاع تحقيق التعادل في مباراه الاياب في الذهاب في مدينه رباط، مباراه اياب الزويدي قضى الاحلام يعني ابناء الطيب الميامي قبل مدينه فاقس، وبالتالي فالمدرب التونسي قلما يواصل يعني مسار رياضي فقد جميع الانديه التي اشرف عليها اكثر من سنه، وبالتالي فمدرب فاشل مدرب ضعيف جدا. اظن على انه الرجاء كان الحق والاجدر بتحقيق النقاط المباراه الثلاث، اظن كذلك على انه افضل سيئين فاز اليوم. الرجاء لم يكن رجاء يعني الذي تعودنا عليه في العقود الماضيه، لا افضل سيئين، وبالتالي فاظن على انه في نهايه المطاف فوز مستحق سيعزز من خلال نادي الرجاء الرياضي الصداره، خاصه في ظل الهزيمه الثانيه لنادي حوريه كوناكري الذي اعتبر ضربه الفرصه الاخيره، وبالتالي فاضع على انه رجع في حال يعني تحقيق نتيجه ايجابيه امام نادي حوريه كوناكري، اضع على انه مساله حسم التاهل مساله وقت ليس الا ثاني. عموما فنادي وفاق الطيف يعني ابان عن وجه الشاشه في المباراه اليوم الذي لحدوث لحظه لا استوعب كيف فاز نادي وفاق الطيف على نادي حوريه كوناكري في قلب الديار الغينيه، وبالتالي فهذا ان دل على شيء فانما يدعو على تواضع نادي حوريه كوناكري الغيني، واضع على انه مهام نادي الرجاء الرياضي ليست بالصعبة، لكن بالرغم من ذلك الرجاء فقد بوصلته، فقد هويته، فقد التيكي تاكا، فقد اللمسات الساحرة، فقد يعني اللمسات القصيرة، وأظن على أنه إبقاء على ماركو بيلموتس مغامرة غير محمودة العواقب. نعم عمر، غنمشيو عند سي عزيز باش نشوفوا الرأي ديال المختص في هذه القضية هذه. نتكلموا على الفاشلين، سي عزيز واش كيبان لك ويلموتس وكذلك سي كوكي انهم بجوج مدربين اللي ما كيرقاوش المستوى الفرق اللي كيدربوها اليوم؟
واش غنقول لك فرق بينو بجوج ماشي في النيفو اللي سيرتو الرجاء. الرجاء حنا اللي كتهمني هو فريق الرجاء ما بانش في داك النيفو اللي كن اللي تنظن كنظن بان فاش كيوقع واحد التغيير خصو يكون تغيير في مصلحه الجمهور في مصلحه المتتبعين الجمهور المغربي والجمهور الرجاوي خصو